الحقيقة أنا شايفة هنا يعني سباق بين الشباب والبنات هنا المتطوعين في جمعية رسالة، سباق في نشر البهجة، سباق مين يعمل حاجات أكتر للناس اللي موجودة، والأطفال النهاردة والمراهقين والشباب اللي موجودين من ذوي الهمم. برحب أيضا بأحد المتطوعين، عمر مختار. ازيك يا الله عمر؟ يسلمك يا ست، الحمد لله. طبعا في البداية، في بداية لقائنا لازم أوجه لك الشكر والتحية. طبعا النهاردة بنحتفل مع بعض باليوم العالمي أو اليوم الدولي للمتطوعين، بوجه لك ألف شكر وتحية. وعايز أعرف بقى النهاردة، قول لي دورك إيه النهاردة في يوم التحدي؟ طيب، هو انا متطوع في جمعية رسالة. احنا طبعا يوم التحدي للسنة الثانية على التوالي السنة دي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يوم التحدي هو يوم أطلقته جمعية رسالة السنة اللي فاتت الجمعة الأولى من شهر ديسمبر في كل سنة. هو يوم اتعمل علشان نحاول نوجه أكتر توعية الناس واهتمامهم بأبطال التحدي، وإن هم ياخدوا مساحة كافية من الاهتمام والتقدير. زي يوم اليتيم ما بيكون الجمعة الأولى من كل إبريل، ساعة جمعية رسالة إن هي تدشن يوم التحدي تحت رعاية فخامة الرئيس طبعا كل سنة، إن هو يبقى الجمعة الأولى من ديسمبر علشان يكون للطفل أو لبطل التحدي عامة يوم إحنا بنهتم بيه. اليوم ده إحنا بالذات موجهين كل الأنظار عليه، فطبعا إحنا بننزل علشان نوعي الناس أكتر باليوم ده ونكلمهم عنه، وعلشان نحاول نسعد الأطفال فيه بإذن الله. احنا ابطال التحدي دول بنخدم 4 فئات، هم الصم والبكم والمكفوفين وذوي الهمم والداون سندروم أنواع والامراض العقليه. كتيرة من اكيد اكيد طبعا. من ال فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نفرح الاطفال دي، على كل واحد بالطريقه المناسبه ليه بالطريقه اللي بتفرحه، علشان نحاول نخفف عنهم شويه الاسى اللي بيواجهوه او الصعوبات بسبب يعني هو مش ابتلاء، هو كرم ربنا ليهم. فبنحاول ان احنا نعيش معاهم يوم زي ده ونفرحهم كل سنه. طبعا يعني ده مجهود رائع، واتمنى ان يبقى في عدد اكبر واكبر من المتطوعين معاكم، واتمنى ان يعني ما يكونش يوم واحد، تكون ايام كتيره جدا طول السنة احنا لخدمه طول السنة جمعية رسالة، اهالينا واولادنا. يعني مشروع ابطال التحدي شغال طول السنة. احنا سواء اي فئة من الفئات الـ4 المكفوفين احنا على طول شغالين دايما ان احنا بنساعدهم بكتابات برايل والقراية والحاجات التعليمية عامة، وذوي القدرات وذوي الهمم احنا بنشتغل دايما ان احنا نعمل لهم حفلات ونعمل لهم تخاطب وسيشنز تنمويه علشان نقدر ان احنا نطور معاهم. غير كده مشروع ابطال التحدي اللي جمعيه رساله عاملاه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا بنوفر لهم يعني احنا عاملين مشروع تحقيق اماني لابطال التحدي، بنوفر لهم كل اللي هم يحتاجوه سواء مثلا من اجهزه تعويضيه، كراسي، مساعدات عينيه لو حد محتاج حاجه في البيت، حاجات طبيه، حتى الملابس والتوظيف لو حد عليه اي متاخرات ماديه. احنا بنحاول ان احنا ندعم ابطال التحدي بكل الموارد المتاحه في جمعيه رساله.